وسهلا، تفضلوا على سحر بيروت اللي عملني فيها مجنون. بحب هاي. شوفوا مثلا هيدا، هيدا واحد من البيوت اللي انا ربيت قدامهم. بهالاوضه بالتحديد، بهيدا البنايه المهجوره، في هيدا السقف. هيدا السقف ما بيتاخذ لينعطى حياه جديده. صورته ورجعت انا رسمته هون عن جديد. هيدي بفتره الرسم. انا مش رسام ولا مهندس، بس بيروت اللي بيشتغل لبيروت، بيروت بترد له هيدا الشيء. اسمي هنري لوسيان، انا كثير مغروم ببيروت القديمه، السيتي والبيوت تبعولها. ومش من زمان كثير اكتشفت هيدا البيت التراثي البيروتي اللي كان لاول مره انا بشوفه من جوا. معودين احنا نشوفه من برا مهرجلين تعبانين مهجورين، وبس فتت اول مره على بيت من هول البيوت انسحرت بتراث البيروتي، انسحرت بالقناطر والرسم والضوء بقلب البيت وكبر البيت والفن اللي موجود بهالبيت، وصرت راقب هدول البيوت كيف عم بهدمون بيت ورا بيت وتعلق فيهم. وفي بيت انا تعلقت فيه، صبحته انا ورايح على الشغل قلت له بونجور، وانا وراجع من الشغل قلت له بدي اقول له بونسوار، ما لقيته. هبطوا للبيت بظرف ساعتين وكانت صدمه لإلي. رحت هونيك على موقع الهبات لقيت كل شيء انا بحبه بالبيت البيروتي، كل شيء مكونات هالبيت محطوطين على جنب. وسالتهم هول لمين شو بتعملوا فيهم؟ قالوا لي هول لشخص اسمه ابو علي. وشو بيعمل فيهم ابو علي؟ بيبيعهم. وهيك انا بلشت اشتري. اشتريت من 100 بيت راحوا من بيروت وقررت اني اعمر فيهم بيتي. هيك اجت الفكره، وتعمر بفتره 3 سنين، ورسم اخذ معي 8 سنين تقريبا تخلص الرسم، وقررت اني افتحه متحف. هيدا شقف من السقف قبل ما يتهبط، هيدا قبل ما يتهبط، وهيك بيطلعوا شقف شقف. هيدا شقف من هيدا الميلي. أنا استعملت البطون العادي والدهان العادي والأكريليك، والهيدا كله جديد وهيدا تراثي. هي قصة هيدي بالنسبة لإلي. انفجار بيروت كان يعني أنا بشوفه إنه هو كتير بزعل، بس أنا شفتها لبيروت وانغرمت فيها وحبيتها كمان هي، بس أنا شفتها هي شفتني وحبتني وقالت لي أنا كتير حبيتك، ورح أعطيك آخر أكسسوارات من بيوتي الحلوين تاخدهم على البترون وتاخدني أنا كمان على البترون. أعطيتني آخر أكسسوارز قبل ما يجي الانفجار، لأنه لو بقيوا هول القناطر وكل شي شايفينه، لو بقي ببيروت حتى السقف كان تدمر، ما بقي شيء ذكرنا بهول البيوت. بس طلعوا من بيروت القديم اللي هي مسكرة، مدينة مسكرة، بخافوا من كانوا البايرتس القراصنة يجوا ينهبوا السيتيز القديمة. هيك كانوا، بس بطل في قراصنة طلعوا على الأشرفية، طلعوا على البسطة، على زق البلاط، على برج أبو حيدر، هول التلال اللي حوالين بيروت القديمة، وصاروا عمروا هدول البيوت. وهدول التلال كانوا كلهم مثل ما شايفين برا، ليمون وزيتون وكل شيء في انواع شجر وبساتين. هون لقيتهم بيشبهوا بيروت، ومن بيروت القديمه ومن بيروت ككل بنقدر نروح مشي على البحر حواب بوجنا، وعلى كتف بيروت في جبل ابيض اللي هو ببيروت صنين عندنا اياه هون الارز. لقيت نفس المكونات. هيدا أرز لبنان، بس بيجي من أوروبا من زمان لأنه تجاري، بس هو أرز. منقدر نسحب المسمار ونشم ريحة بيروت. بيروت خسرت كتير من الأوتنتسيتي، لأنه هول الأيتمز، هول القناطر اللي موجودين بهيدا البيت، هول ما بيرجعوا بينعملوا بالإيد مثل ما كانوا ينعملوا.
هؤلاء ثلاث قناطر ولدوا ببيروت، بعدين انتقلوا لكل لبنان، وبعدين قد ما صار ترندي هيدا البيت انتقل على كل مدن فلسطين ووصل لمصر. أوكي، بيروت دايما كانت تكون ترندي دايماً.